جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم من المنطقة الجنوبية، مستمع رمز إلى اسمه بالحروف عين ألف ألف يسأل ويقول: ما حكم من وقع في عدد من الكبائر وكيف تكون توبته؟ جزاكم الله خيرا. إذا كانت الكبائر دون الشرك فإنه يعتبر فاسقا، مرتكب الكبيرة أو الكبائر التي دون الشرك يعتبر فاسقا ناقص الإيمان، وباب التوبة مفتوح له ولغيره، للمشرك وللكافر وللفاسق وللعاصي، باب التوبة مفتوح، والله يقبل التوبة ممن تاب إليه بصدق وإخلاص. قال تعالى: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الآيات في هذا والأحاديث كثيرة. فباب التوبة مفتوح ولكل الذنوب والمعاصي حتى الكفر والشرك وقتل النفس وغير ذلك، ومن تاب تاب الله عليه، والتوبة تجب ما قبلها. نعم.